الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فصل حكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل. اختلافا لفظيا نحو جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. كتاب شروع هداية النحو تاريكي نزدي منغا درس در كلام وش كلام ستوي داري پورا وضاحت دا چروشو او كل چاگنا فارغ شو نبيا دا خبره چه اکڑا دیکھ دیا پوری مقدمه وا چپاگه کی تاریخ دا نحوی غرض و موضوع او موضوع شیر کریمه کلامو دا ادوار وضاحتو شو نبيا شروع اکڑا باغا اقسام تلاساو کی فاگه کی اول چپاگه اسمو داغی وضاحت دا چیمخ کی وشو او بیا اسم متمکن داغی دکر چیده وشو متمکن دا تمکن نا دا تمکن بی دیور خورو تا مفصل نرستو داغی حکم ذکر کی چی اسم متمکن حکم داده چی آخر دا دی اغاو بدلیگی دا وجد عامل نا چی مخی کم عامل راغی او دار عامل جو کم اعراب غفتو و اغا اعراب بدلیگی را بدلیگی او اغا برازی مفصل حكمه حكم دا اسم متمكن على دار ان يختلف چه مختلف كي جبا آخره آخر دا دي باختلاف العوامل بسبب دا مختلف كي دلو دا عوامل اختلافا لفظيا اختلاف اللفظي چه اختلاف لفظ كي باختلاف العوامل مصطص شو چه مختلف كي جبا اعراب اسم معرب وسبب دا اختلاف دا عاملنا چا عوامل مختلف بعمل كي او اختلاف لفظي لفظ اختلاف كي داري مثال بسنگا اي لگا زيدن پدي تركيب والي جا اني زيدن ورعيت زيدن ومررت بزيدن دا لفظ كي بدلي گرا بدلي او يا تقديرن وي لکا موسى لفظ واخلي لگا دي فاخر كي الف دي دي كي رامش خالي كده ترجاني موسى ورأيت موسى ومررت بموسى مزكوي في حكم ده إدارة في مختلف كي آخر ده اختلاف ده عوامل الصلاة اختلاف لفظي لا اختلاف ولا فسق راغلي رجاني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد ما تزيد راغي ورأيت زيدا ما زيد ولد ومررت بزيد أو زيد من التير وتم أو يتقدير رجاني موسى ورأيت موسى ومررت بموسى فظاهر كي وهم بيو اعتراض ذاك يرازي كي عوامل ومختلف شيء او يا رب غيبي ان زيدا مضروب زيد وهذا شيء زيدا منصوب بها اني ضربت زيدا ما زيد وهو يا اني ضارب زيدا زيد هون كي تلتا عوامل مختلفة على الاقل او زيدا اخر ده دال بدي يا رب بدل مشو ودي بني ده قيد لقوله كي اختلاف ده عوامل وصلاح في عواملنا اختلاف ده عوامل بعمل كده دلت اگر كده عوامل مختلف دي لك انك ان حرف حروم شباب الفعل مسبب او ضربت زين فعل فاعل مفعول به وغير منصوب دي ضارب كده ضارب مصدر هذا زيدا كده مفعول به دي اگر تي عوامل مختلف دي فعمل كده يوبلنا مختلف كده انا ندي بياوي الاعراب اعراب شات بما به دار سيدي في ذلك سبب غني يختلف اخر المعرب مختلف كي اخر ده معرب اسم دي على اسم معرب دي داغي اخر كلمه على بدلي غير بدلي جديد اعراب بي كالضمه والفتحه والكسره لك ضم شوا فتح شوا كسره طعام اسم والواو موشو والالف الف شو والياو لك اسماء ست مكفره وكي حاضر فيها ونسبي جمع ذكر سالمك واو او يا او تسنيك الف او يا في الاعراب اعراب ما دا كلمة ما كده عبارة دا شيء ندي ما دا أغسيز دي أو دا باب به دا سببية دا فسبب دا دي سرا
بيوي. وإعراب الاسم على ثلاثة أنواع. إعراب الاسم دري قسم دي، يعني دري قسم إعراب ده اسم رادي رفع ونصب وجر. يو إعراب ده فعل دي متوذكر شي أغلقا رفع نصب جزم، أو فأسماؤك جر دي أو فأفعالك جزم دي. ذلك هو يتي وإعراب الاسم إعراب الاسم على ثلاثة أنواع. أدري قسم دي رفع ونصب وجر. رفع ده نصب دي أو دارنجي جر دي. أجلس بعدك رفع بحديث سري، بعدك رفع بزمي سري، بعدك رفع بغو سري، وصف ده يخبر وضاحت بحق العيش. دارنجي نصب دي ركربة علي سري أو كلاش دابر فتحي سري كلاب ياسري كليوم در سالمة. والعامل عامل ما دارت لي به رفع او نصب او جر. شدرت سبب بني رفع نصب جر لي. والعامل مراد عاملنا دلتا عامل ده اسم دي. ذكرت رفع نصب جر ده اعراب اسم دي. او قرينا شعور جبهة ده اسم ده القسم اوله. وعامل دلتا حاس مراد ده عامل ده اسم. ذكرت وصل عامل ده فيل لما ولما بعد نصب ركب الجزم. دلتا عامل امرات عامل ده اسم دي. والعامل عامل ما هرسل دي به جدرق وجباني سبب باني رفع او نصب او جر. رفع نصب او جر دي ددب سبب او ددب وجبان دي. فديك سي تعرف ده دا عامل داري تشكم مصنف رحمه الله كده وقلت والعامل ما به رفع ونصب او جر. نور مختلف مذهبون فديك دي كتاب كي اختصار فكار لي رجعت المغرب هذا بيش قاعد كي كده مختصر ويا بيأي. ومحل الإعراب من الاسم هو الحرف الأخير أو محل إعراب الاسم دا أخير حرف دا إعراب بفاغبا نرابي لكن زيد كذا أو يا أو دال دال بك أخير حرف دي إعراب بفدبني رادي. ما تلقصوا شوش أولاني حرف أو نومن ديني حرف بلك أخير حرف بي. مثال الكل بيتون مثال في النحو لك قام زيد زيد ادرد فقام عامل قام عامل لي زيد معرب زيد معرب دي معمول لي لك قام فيل لي زيد لي رفع وركبلا هذا عامل شو بيا ويوضم في اعراب ده زيد دون ما يكون زمارة غلا ده اعراب دي بيا ده اخر ده اللي يوضاله محل الاعراب ده محل ده اعراب دي زيد اعراب دي ده وزاهدو كش عامل لي كتو شو ده قام عامل شو ده كده زيد لي رفع وركبلا او زيد اسم معرب شو ده كده اعراب كده او دال جدا محل ده اعراب ده او دي دال من زي دون ده زمرا غلا دي ده اعراب ده بيوالم بوش انه لا يعرب في كلام العربي الا اسم المتمكن نشي مورب كي دره فكلام ده عربو كي مگر اسم المتمكن وفعل مضارع نحوی لكم مضاد کرده چه فكلام ده عربي كي مورب ده دوري يو اسم المتمكن فاو بدي شر كي ترکیب دوار کشنه لكما كي شارع توقفه او دین فعل مضارع اس وضاحت کو جن نون تاکید او نون جمع مؤنث نہ داخلی دا معرب دی مذکر والا پوشا انه یقینا لا یعرب نش مرب کدرے فی کلام العربی فکلام العرب الا الاسم المتمکن مگر اسم متمکن والفعل المضارع فعل مضارع معرب دا بے و سیدی حکم فی القسم الثانی دی حکم بابا قسم الثانی کرے دین قسم کرے ان شاء الله تعالی اللہ تعالی چ دے او واری لفظي معنى فصل حكمه حكم ده اسم متمكن اقدر ان يختلف مختلف كي اخر واخر ده باختلاف العوامل باختلاف العوامل ترى اختلافا لفظيا اختلاف لفظي نحو لك جاني زيد ما تزيد راي ورايت زيدا ما زيد ولد ومررت بزيد كثير وتنبسيت باني او تقديري يا بتقديري نحو جاني موسى مدى موسى راغي ورايت موسى ما ولد موسى لرا ومررت بموسى تيرس موسى باني ذلك مقدر بطل لك الف بني عرب راجي ويالي اعراب اعراب ستوي ما به يختلف اخر مورب ده غير شيء ده سبب بني مختلف كي اخر ده مورب الضمه والفتحه والكسره كالضماء والفتحه والكسره والواو والالف والياء الف وواو ياء شو واعراب الاسم اعراب الاسم على ثلاثه انواع عند القسم رفع ونصب وجر رفع نصب جر والعامل عامل كتوي ما به رفع او نصب او جر لا ده بده بده رفع ونصب او جر ومحل الاعراب محل الاعراب من الاسم يسمى هو الحرف الاخير داخل ان يعرف مثال الكل طول مثال نحو قام زيد 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 فقام عامل قام عامل لي وزيد المورب زيد مورب دي والضمة اعراب لا ضمة جدا اعراب دي والدال محل اعراب دال محل اعراب دي واعلم بوش انه يقينا لا يعرب نش مورب كده في كلام العرب بكلام العربك الا الاسم المتمكن مجرد اسم المتمكن والفعل المضارع وفعل المضارع وسيجيء حكم ضد تراش حكم مضي في القسم الثاني بدون قسمك ان شاء الله تعالى كلمها بلدة الترق وواريه